السلام عليكم لا فامي ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الاصدقاء ديالي، لاول مره كندير لكم التحركه ديال الموهبه المغربيه اللي في عمره 17 سنه، الموهبه ديال باريس سان جيرمان. الاصدقاء ديالي قدم اليوم مباراه كبيره ورائعه جدا، باش ما نطولش عليكم ندوزو نشوفوا الفيديو. أصدقاء ديالي، كنتمنى تكونوا استمتعتوا بالتحركات ديال الموهبه الجديده ديال باريس سان جيرمان اللي كنتمنوا ان شاء الله يلعب مع المنتخب المغربي. أصدقاء ديالي والناس الجداد، مرحبا بكم في القناه، واللي ما مشاركش كنتمنى يشارك ويفعل زر ديال الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديال القناه ديالنا. أصدقاء ديالي، كل ما كنطلب منكم هو تشجعونا بلايك وتعطيونا الاراء ديالكم، كيف جاتكم هذه الموهبه اللي مازال كنتسناو يلعب مع المنتخب المغربي؟ 100% غيلعب مع المنتخب المغربي، خصوصا المنتخب الفرنسي ولا عامر بالنجوم، دونك هاد اللاعب ما غاديش تكون بلاصتو في المنتخب الفرنسي. اصدقاء ديالي، ما بقى لي الا نقول لكم تهلاو ليا في راسكم بزاف، وكنتمنى ان شاء الله نشوفوا بشي فيديو ما احسن من هذا. كيف العاده، كان معكم خوكم انور برو، السلام عليكم.